حذر مسؤولون في جهاز الصحه الاسرائيليه من ان عدم تنفيذ تعليمات خطه الشاره الخضراء قد يؤدي الى عوده انتشار فيروس كورونا والعوده الى فرض القيود هذا واشار مسؤول رفيع في وزاره الصحه الى تخوف جهاز الصحه من عدم انفاذ تعليمات الشاره الخضراء الامر الذي قد يؤدي الى زياده معدلات الاصابه بفيروس كورونا ووقف التسهيلات واعاده فرض القيود وكانت الحكومه الاسرائيليه قد بدات الاحد بتخفيف القيود المفروضه لاحتواء فيروس كورونا حيث تم فتح المطاعم والمقاهي والحانات للاشخاص الذين تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا بالجرعتين الاولى والثانيه